السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تجربة ان احنا نزرع بذور الخوخ من خوخة لسه واكلينها. اجيب مطرقة انا افصلها علشان اضرب بيها بالراحة. احنا عايزين نضرب بالراحة جدا على القشرة الحجرية للنواة بتاعت الخوخ لحد ما تفصل كده، لحد ما نسمع صوت طقطقة. تمام اهو، تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. خليكم معايا، بس خلي بالك لا المطرقة تيجي على ايدك، وخلي بالك لا تضرب ضربة جامدة بالمطرقة تقوم تدغدغ الدنيا. هنجمع البذور دي ونحطها في منديل من تحت ومن فوق في علبة، ونحطهم في التلاجة ونبخ عليه شوية مية، ونقفل العلبة دي من فوق بالغطا بتاع العلبة او بكيس، ونسيبها لحد ما تنبت. وهنا بعد ما طلعنا البذور من التلاجة قعدت مدة من اسبوعين لشهر، نبتت تقريبا اغلبها. دلوقتي هنبتدي ناخدها، كل اللي بدنا ناخده نبتدي نزرعه في تربة خفيفة بعيد عن الشمس تماما قريب البخاخ. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. حضرنا كوبايات التشتيل، ده بيتموس هخلطه مع شوية رمل. ممكن تزرع في بيتموس سوبر لايت، ممكن تزرع في طيمة، لكن انا ما بحبهاش. الشتلات الصغيرة او البذور، طين على رمل طبعا. وهنجيب البذور تاني اهي، بكل بساطة هنفرد البذور، ناخد كل البذور المنبتة دي، ممكن نسيبها شوية البذور الصغيرة دي، وممكن نزرعها الاتنين واحد يعني. اللي مش منبت هنسيبه طبعا، في منبت وجذور طويلة اهي، ده لازم يتزرع دلوقتي علشان التلاجة هتأثر عليه بقى بالايه، بالسلب يعني. خلي بالنا ما نكسرش الجذر خالص يعني، بالراحة جدا عليه، الجذور بتبقى طلع لتحت اهي، فخلي بالنا اهي، خلي بالنا احنا بنسحب الجذر علشان ما يكسرش اهو. تمام، هنعمل ايه بأي حاجة؟ هنخرم، نعمل خرمة صغيرة كده اهي كده، بحيث ان انا لما اخد بذرة فيها جذر كبير، ممكن حتى بصباعي كده، لما اخد بذرة فيها جذر كبير ما احطهاش كده يعني، طرف الجذر لازم يبقى لتحت، فممكن احطها على النايم نايمة كده، بس الجذر ده يبقى لتحت، اضغط عليه شوية لتحت كده اهو، واروح مغطي عليها طبقة خفيفة جدا اهو، طبقة خفيفة جدا كده، واروي رية اللي هو نقطة مية بس كده من على الجنب كده بس ايه، او نبلبل الدنيا بس كده. خلاص دي خلصت، واحدة تانية ممكن اهو حتى نعمل كده على طول اهو، اسبوعي ناخد واحدة من رفيعين كده ونروح عاملينها كده. خلاص دي طويلة، دي نخرم خرمة كبيرة شوية علشان الجذر ينزل تحت اهو كده اهو، نملى الحفرة بس خلاص كده. وممكن اسيب ال 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 النمو او مكان الانبات بتاع الورق اسيبه لفوق يفضل مكشوف يعني، مش لازم اغطيه، ولو غطيته ما فيهاش مشكله، الاثنين واحد. انا دلوقتي ما برشش من فوق علشان هرش كله بالبخاخ بقى مره واحده. انا مزود رمل شويه علشان التربه تبقى مسميه، طين على رمل، بيتموس على رمل،
اي حاجه. عندك بيتم سوبر لايت ماشي، خلي بالك الجزر ما يتكسرش ويكون لتحت. وما حطش تربه كبيره فوق البذور. المهم ان الدنيا ما تبقاش حر عليهم، يا اما سيبهم في التلاجة لحد شهر 10 أو شهر 9، يا اما حطهم في مكان مظلل وبعيد عن التيار الهوائي او اي هواء سخن او شمس مباشرة، حاجة زي كده مثلا. ادي الجزر لسه ما طلعش منه، اعمل ايه؟ احطها، يا اما احطها على جنبها كده، يا اما احطها كده بحيث ان الجزر ده يطلع لتحت على طول. عرفت منين ان هو هيطلع لتحت مش لفوق؟ لان اللي فوق ده هو في المنبت الاخضر بتاع اهو هنا كده، ده في المنبت الاخضر بتاع الورق. فانا يا اما اعملها لتحت كده بحيث المنبت ده يبقى لفوق، يا اما اعملها على النايم وهي كده كده النبته هتشغل نفسها، الجذر اللي تحت والورق اللي فوق وخلاص. المرحله اللي احنا فيها دي اهم حاجه فيها الري، لو ما ظبطتش الري كل البذور دي هتموت وتعفن لو انا حطيت ميه كتير. هنرش ونشوف بعد كده نعمل ايه. جبنا البخاخ نظبط الضغط بتاعه على اقل حاجه، رش رش خفيفه قوي كده، خفيفه بس. بس خلاص، وتعالوا نشوف بعد 4 5 ايام ايه اللي هيحصل. ودي بعد 4 ايام نبت بذور الخوخ، في منها كم النبي بتاعته اتكسرت، فراح نطلع فرع جانبي عشان يبتدي يشتغل، وفي منها البذور اللي كانت صغيرة فلسه هنشوف هتم ولا متموش. الري زي ما قلنا بالبخاخ كده بس، بس كده يا دوبك، بس ايه اشمم وش التربه الميه علشان التربه ما تنشفش. لو نشفت البذره ماتت، لو رويت البذره ماتت برضو. يبقى انا كل يوم او يوم بعد يوم بشمم بس الطبقه السطحيه تماما دي، اشممها الميه بالبخاخ مش اكتر. الشمس خفيفه جدا، هنحط مكان الكوبايات في إضاءة عالية، لكن مفيش شمس خالص دلوقتي. بعد أسبوع من دلوقتي هنحطها في ساعة واحدة بس، شمس الصبح مش شمس آخر النهار الدنيا بتبقى حر، لا شمس الصبح من 6 لـ7 بس، لما تكون النبتة شدت شوية. الشمس دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها دي في الصيف بتبقى خطر جدا على أي نبتة لسه منبتة، لو دي شمت شمس شديدة شوية خلاص ماتت، كل الكلام ده هيموت. وهنا بعد 6 ايام تقريبا او اسبوع، لو ناخد بالنا الجذور ابتدت تبان اهي، وادي الجذور. طبعا شجرة الخوخ شجرة قوية وكبيرة فجذورها بتكبر بسرعة، وادي الصوت بتاعها نمو كويس. السلميات الى حد ما كل 5 سم سلمية او كل 4 سم، فمش مسرولة ومش يعني ما فيهاش اي مشكلة، لكن خلي بالك ان هنا ابتدى يحصل التفاف خفيف جدا في الورق، معنى كده ان الشمس او درجة الحرارة، مش لازم شمس على فكرة يا جماعة، ممكن يكون الهواء سخن عليها ف يعني هتبتدي تتأذي خفيف، فما تغيبش عنها مية وفي نفس الوقت ما تديهاش مية بزيادة. برضو بانت هنا اهو الشتلة التانية ان هي الورق هيبتدي يتحرق من بره، اسيبها يوم كمان او يومين، لو لقيت الورقه اتحرقت بجد يبقى المكان اللي انا احط فيها الشمس اللي فيها، مع ان هي بتاخد شمس من 6 لـ7 الصبح بس او من 6 لـ8 الصبح، لكن برضه هي ممكن تكون مش مستحمله. فهنجرب معاها يوم يومين كمان، بس انا لا اعتقد ان هي ان شاء الله تتحرق اكتر من كده، لا مش هيحصل حاجه. طيب الشتلات او البذور اللي كانت صغيره، طبعا هنرجع تاني للبذره دي اللي القمه الناميه بتاعتها اتكسرت،
اهي هنا اهي، فطلعت فرع جانبي وطلعت من تحت فرع جانبي تاني اهو، وهتبتدي تشتغل اكتر. في بذور كانت متأخرة او كان الإنبات بتاعها اضعف شوية فابتدت تنبت اهي. في بذرة تانية برضو القمة النامية بتاعتها اتكسرت، لكن هسيبها لان لو تاخد بالك الجذور بتاعتها شديدة، فدي هتطلع نمو سرطانية من العنق اللي هو على وش التربة او من تحت حتى من الجذور، وتطلع تاني مفيش مشاكل. هسيبها حتى اسبوعين كمان ونبص عليها مفيش مشاكل. وفي اتنين لسه مفهومش جذور بينت، معنى كده ان هي لسه الانبات بتاعها صغير، مفيش مشاكل نسيبها كده. يبقى انا عندي تقريبا من 10 عندي حوالي انبات 60%، مش وحش. هما كلهم كانوا طبعا منبتين جوه التلاجة، لكن وارد جدا بعد ما تحط بذرة الطينة دي ممكن يكون فيها اي فيروسات اي بكتيريا اي فطريات بتتغذى او بتاكل البذور. مفيش مشاكل خالص لما تزرع حاجة وتعفن، لازم يكون في هدر ولازم يكون في بذرة اقوى من بذرة، وقانون الزرع معروف ان هو البقاء للاقوى. فبذرة شدت وممكن بعد ما تشد تلاقي دي غيبت منك، مش مهم خالص. لما بنيجي نزرع حاجة ما بنزرعش بذرة واحدة، تزرع 30-40 بذرة، يصح منهم 20-25، يموت 10-15، مش مهم خالص. ادينا بنتعلم وادينا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما يبقى الفقد قليل، عشان برضو دي روح، وايه عايزين نعلم عيالنا المسؤولية الكبيرة دي علشان يطلعوا ان شاء الله ناس فعالة وناس منتجة في المجتمع. ولحد هنا يكون خلصت حلقتنا الجزء الاول من زراعة الخوخ من البذور في البيت في المنزل، من بذور خوخ واكلينه في التلاجة بأبسط طريقة بأسهل طريقة. اتمنى تشيروا الفيديوهات دي عندكم علشان توصل لكل الناس والكل يستفيد والكل يحب الزرع والكل يزرع زينا. الزراعة حلوة جدا، الزراعة بتشيل الطاقة النفسية السلبية وبتزود طاقة ايجابية، وبتدينا احساس ولو حتى بسيط بالانجاز، بتدينا احساس بالجمال. اتمنى تشاهدوا بقية الحلقات اللي على القناة. شكرا لكل الناس اللي شاهدت الفيديو، وشكرا لكل الناس اللي عملت اشتراك للقناة. حتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.